لقد لمسنا عن قرب، لقد لمسنا عن قرب تمسك شعبنا ببلاده، أيما تمسك بل واستعداده اللامتناهي ليكون حجر الزاوية في مشروع نهضوي للبلاد يضع حداً لعقود من الارتباك الأحادية وضبابية المشهد، وذلك شريطة أن يلقى مشروعاً واقعياً ويتوفر له شروط الانتظام المستقل في إطار القانون وتحشد له الوسائل اللازمة. خلال هذه الحملة الانتخابية، وإذ تتعمق الأواصر التي تربطنا بشعبنا، فلقد ترسخ أيضاً إدراكنا بالمقومات التي تزخر بها بلادنا، ونجدد السؤال اليوم: هل المكانة التي تحتلها بلادنا اليوم هي مكانتها، أو الدور الذي يلعبه هو دوره الطبيعي؟ لا وألف لا، لا وألف لا، إن بلادنا الجزائر وشعبنا يستحق أفضل من هذا الواقع، إن بلادنا الجزائر وشعبنا يستحق أكثر وأفضل من هذا الواقع، من هذه المكانة ومن هذا المصير. فلنا من المقومات البشرية هنا بالداخل وبالخارج وبإشراك إخوتنا بالمهجر ما يحقق لنا الوثبة والتقدم.